أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك، آمين. ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر، آمين. وبعد بياري خوي تبارك وتعالى لجلسي سيسدو تشلوهشتمي تدريس كتب الفقه المنهجين جلدي سوم لابري دويستو بيستو چوار باسي شركتي عناني أكرت ومبحثي شروطكاني شركتي عنان بحثي سيغي كرت بحثي أهليتي وكالة لشركائي كرت كيش تشماري سي أن يكون مال الشركة مثليا أو ماليك قرار ويكو شركتي بيدابنين مثلي بيت، يعني شيء مثلي بيت. مثلا أنتو بول مثلية، جنم مثلية، برنج مثلية. شتيج نبي كعينك بيت، أم عينك شو تمثلي نبيتو قيمتي بيت، جيجاي قيمة دابني. مثلي بيت بحيث إذا خلطت الأموال لا يتميز بعضها عن بعض. أجمال كان قاتي كران بعضك لبعضك تلجانبونه كالعملات المتعارفة اليوم. مكو عملة كان عملة شيء همان بارا كان بولا كان دولار ريال إيران ديناري كوي آوا أو بيجن عملة والكل موزونات والمكيلات وكو وزن شدنيا كان وكو كيل شدنيا كان وزن شدنيا كان وكو مثلا شتكتو بوزن أي كشي آسن كيلش كوازحة وكو بيمانك جنم وبرنج وأوانه. إذا كان مال كل من الشركاء من جنس مال الآخرين أجا مالي هركام لشركة كان لجنسي أو مالي أو كان يترجبه مثلا كالبر والشعير والحديد وكو جنم جو آسن. إذا كانت الأموال على صفة واحدة أجر مالا كان لسر صفتك واحدة بون. فإذا كان رأس مال الشركة أو مال أحد الشركاء عروزا أجر رأس مال شركتك يا مال يكل شريك كان عروز بيت. عروز يعني شي يعني كالائق بيت أي أعيانا متميزة غير مثلية لم تصح الشركة. أعيان بيت عيني اجتبك وملوانا أما عينك عينك بيت مثلي جنبت يعني شي وكو حالة نبك كيلي وزني أو أنا نبت إتام الشركة دروزنية أقا مالي لك إكلوانا شي بأعيان بيام شركة دروزنية لأنها لا يمكن خلطها بحيث لا تتميز. شون أصل الشركة شي بو قاتي كردني أموالا كان بشيوازك ليك تمييز نكرين دي لم حالة دروز نية تل قاتي كردني مالا كان بشيوازك نية كتمييز لبيني أموالا كدان بي وقد يتلف مال أحدهم أو ينقص فلا يمكن أن يعوض عنه من مال الآخرين. ممكن ماليك يكياني سأميدانياك أما تلف بي ناكري لأو مثلكاني خويشي بكي عوزيبو بيلتو مالي أميشة تلف بوغا ضررك متحملي أما بيت لحالة كاتية باس في شركتي. وطريقة تصحيح الشركة في حال كون الرأس مالها عروزا جاءت الشركة كسب يجن شركة عروز هل موته أو يجل مسابي مباطلة شركة عروزي في يجن. طريقة تصحيح الشركة لحالة رأس مال كان عروز بن أن يبيع كل منهم جزءا من عروزه للآخر بجزء من عروزه. هر كام لوانه چيه بشي لعروزه كان بفروشي بشيك لعروزه كان يعني چي مثلا من ام لوانم هاوردوه جنابو او كتبت هاوردوه من بين بيجم نيوي ام لوانه فروشتوما بنيوي او كتبه اتر من صاحبي نيوي لوانه كم تر صاحبي نيوي لوانه كم من صاحبي نيوي كتبه كم تر صاحبي نيوي كتبه. أن يبيع كل منهم جزءا من عروزه للآخر بجزء من عروزه فيصير شركاء في العروز كلها. نتيجة هميان لهموي عروز كانوا عين كانا شريكا بن فيأذن كل منهم للآخر بالتصرف. نتيجة هل كامي كان إذن داب أو كيتر تصرف كالة أو مالدا فإذا باعها كان الثمن بينهما أقفروشتنيان أو كاتا قيمتك ولا بيني أنا نتيجة برأساسي أو حصة أو سهمك لمالك شريك نسيبيان به. وكذلك إذا كان مال أحدهما نقدا ومال الآخر عروضا باع صاحب العروض جزءا منها بجزء من نقد الآخر واشترك في الجميع.
اگر مالی یکیک یان نقد بو و مالی او کیتر یان عروض بو تو پولو هاورگه او کیتر کالای هاورگه باع صاحب العروض جزءا منها بجزء من نقد الاخر واشترك في الجميع مثلا هاوردي سي فرس كام كالاي هاورگه جبرا و نيوم دابا 20000 لايتو او ايش اسا لنيوي اما شريكه او امج ل 20000 بولك او شريك. وعلى هذا لو ملك عرضا إرثا أو شراء أو غيرهما وأذن كل منهما للآخر بالتصرف في نصيبه تجارة تمت الشركة بينهما. بنابر أما أجا أو دون فرق كلا هايق مالك بون مالكي كلا هايق بون يسام كلا بطريقة إرث بيان جيبي يا سندن بوبي يا غير أمدو طريقة وهر كامي كيان إذني دا يعني چي ملكة يعني شركة أملاك روي دابي لك مالا ويكو شريك بوبن إرسي أم ماليان أم خانيان في قيقة أذن كل من مال الآخر بالتصرف هر كامي كيان إذني دابا أو كيتر تصرفي تيبكا في نصيبه مثلا من يك سومي خانك مستو دو سومي خانك تس إذني داقة تجارتك لو نصيبه خويا أما تمت الشركة بينهما مشكلة إغنيت منو تو شريك لما لدى يك سوميني من دو سوميني تو شريك تو لا او نسيبي خو معكم وكيل اتواني خريد وفروش كي من جل نسيبك تو وكيلم باصل بوكاله شراكه ما نزلم انيا بوس الشركه مشكله اني. الرابع خلت اموال الشركه يكتل شروط كان شركه عنان قاتي كردني اموال شركته بعدما يتفق الشركاء على الشركه دو اوك شريكه كان لسر شركتك متفق القول بون اتفاقيان كرد لابد وأن يحضر الأموال التي تصح فيها الشركة على النحو الذي سبق دوائك دو شريك يا كان شريك اتفاق نظريان كل سر شركة حتما أبي يحضر الأموال مالكان ينبرن أو مالك وشركة تياد روستة برأساسي أو توزيحاتك قبل اندرا بيرني وأن تخلط هذه الأموال إن لم تكن مشتركة أن تخلط بحيث لا يتميز بعضها عن بعض. أما لانه بيرن قاتيب كان أجر ما دام مشتركني يعني شيء مشتركني يعني ما دام لأصلا شركة أموال إجنية بيرن شيء كان بيرن مالكان قاتيب كان بنحو اتبشكي من لبشكي تجينا مثلا جناب دو صه زار عورجا أو كتير صه زار عورجا قاتيب اتبشخزني كامي هزار كيتوب وكامي نكيوب بحيث لا يتميز بعضها عن بعض ثم يجري عقد الشركة بعد ذلك تعقد شركتك دعوة وجارية به فإن جرى العقد قبل خلط المال لم تصح الشركة ولو خلطت الأموال في مجلس العقد بعد إجرائه أجر عقدك بجل اختلاط مالك سورة بقري شركتك صحيحني بو شنك لشروط شركتك مالكان قاتي بكري ولو خلطت الأموال في مجلس العقد بعد إجرائه هل شند دواي مجلس عقدك بعد إجراء عقدك يعني عقد دامر زيادة أو عقد شركة ما بس كإجا مالا كان تيرن قاتيك لتو عقد الزمان بس ولا سر شتيك هنوز شركة سورتي نقرك شرعا ولا بد من إعادة التعاقد بعد الخلط لتصح الشركة السادس إذا خلط كردو دوباره عقدك شيف كرو إعادة بكرو وهذا إذا أخرج كل من الشركاء مالا وحصل العقد على ذلك فإذا ملك الشركاء قبل عقد الشركة مالا بالاشتراك بينهم إرثا أو شراء أو هبة أو نحو ذلك ثم حصل عقد الشركة فإنه يصح ولا يشترط اقتسامهم له ثم خلطه لأن المقصود من الخلط وهو عدم تمييز مال كل منهم على حدة حاصل هذا إذا أخرج كل من الشركاء مالا وحصل العقد على ذلك أما كيه أما كاتك هذا إذا أخرج كل من الشركاء مالا وحصل العقد على ذلك أما كيبو أجهر كاميان مالك جياكار بيري أما فإذا ملك الشركاء قبل عقد الشركة مالا بالاشتراك بينهم ثم حصل عقد الشركة فإنه يصح أما أجر الشركة كان دوان ياسياني هرچي برل عقدي شركة مالك يان نسيب ببيت باشتراكه مثلا بإرس
زمینه کیم پی گیگه با شراء شتی کی مشترکی هستن دو بهیبه پی گیگه هم سلیمانه ثم حصل عقد الشركه فانه يا شركتي فانه يصح لي راه هیچ مشکل اگنیه گره کینه بیترنو قاتیب کنو مالک یان قبلن هی قیچه کایس عقد شرکت وک او بنده قبلی خو من مثلا من یک سومی صاحب یک سومی زمینه کم جناب دو سومی اجن باشه او من یک سومه کی اینی منه تو کم وکیل جا لو یک سومی خو ما چیپ کی خرید و فروش چیپ کی تو من کو وکیل دو سومه کی خو تا چیپ کم تصرف كم خليد فروشي بيبكم ولا يشترط اقتسامهم له ثم خلطه تلي را قركيني حتى من بيجي باع أول تقسيم بكان إنجا قاتب كان وقركيني لأن المقصود من الخلطي وهو عدم تمييز مال كل منهم على حدة حاصل شونك عدمي شونك مقصود لخلطك كعبارة بولا أويك مالي هركامي كان لو كي ترجعنا بيتو خوي حاصل بوك بتهيشي قركيني الخامس أن يكون الربح والخسران على قدر المال أميشة مهمة لشركة عنانا سود زررك بر حسب اندازيش به مالك به لأن الربح النماء المال شنك الربح كسودك شيء النماء مالكس رشد نموي أو مالس وكذلك الخسارة نقصان له بمقابل الربح خسارتك شيء نقصانية كلابران بري سودك يعني شيء تود سوم أو يكسوم سودکی تو سودی ام دو سومه اشی ور بگری ضرری دو سومه ده ور بگری نفرتر فلا يصح ان يشرط لأحد الشركاء زيادة في الربح على قدر نسبة ماله من رأس المال صحيح نیه شرط دابنی بو یکی لشریک کان سود زیاتر لاندازی نسبتی مالکی لو شرکت ده كما لا يصح ان يشرط عليه زيادة في الخسارة او نقص عن ذلك همچنین دروسی جنیه زیاده لخسارت یا کمتر مثلا ام اندازه دو سوم بیجه والله اگه ضرر که تو اشی گشتی بوجیری یا نه تو یک سوم مادن دو سوم شریکی ولی یک سوم بیجره نکره بی اندازه خوی بی ولا یشترط التساوی فی المالی لکل شرکای شرطی جنیه لشراکت هر دویان مساوی بنا توانی یکی یک پنجمی هاورد بی او چوار پنجمی مالی شریک بی یکی نیوی بی او نیوی بی یکی دو سوم بی او یک سوم بی مشکل اگنیه فلو اشترك احدهم بالربع والاخر بالنصف والثالث بالربع صح اقفرس كان سنه في شراكتي انا زيكي كان يك شوارم يا ورد او دو شوارم او كتر يك شوارم مشكله يعني وكان الربح ربعه للاول ونصفه للثاني وربعه للثالث او كانت السودكه انا بي يك شوارم بو اول دو شوارم بو دوم يك شوارم شي بو ثالث وكذلك توزع الخسارة خسارتك إيش هروا أخشكريته سواء اشترك الجميع بالعمل أم لم يشترك بعضهم يكسانه قشتي كاربكا ياك بعضي كيان كارنكا شو شركتك اللي أصلا تيه أصلا وصحة موي كاربكا يسد شيء بيني بعضي كاربكا ناكا مشكلة إقني وسواء تساووا في العمل حين الاشتراك يم اختلفوا يكسانه إيش عملكيا لكاتي اشتراكا مساويبو بيت يانبو بيت فإن شرط تفاوت في الخسارة كانت الشركة باطلة باتفاق الفقهاء أجر شرط دابن ريت لأولا تفاوت إلى خسارة دابن ريت يعني بوتري براب من نيوي مالكيني من بنيوي إني توبي ولي أجر سودي كرت من حفتة وبنج درسة دقرم توبي سوبنج درسة خسارتي شي كرت من بسوبنج درسة أو جيرم تو حفتة وبنج درسة إجي أم شركة باطلة باتفاق فقهاء ما دام أم شرط دابن ريت هاليون. وإن أشترط تفاوت في الربح على قدر رأس المال لم تصح الشركة أيضا. يعني شيء أجا تفاوت إجل سودا بأندازي رأس مالك دان رأي. يعني شيء إن أشترط تفاوت في الربح عن قدر عفواً عن قدر رأس المال. أميشة هم خسارتك هم سودك. أميشة بازم صحيح. هرق سو قبل يكابو من وياك وذكرم كردن. فلو حصل البيع والشراء من الشركاء نفذت تصرفاتهم لوجود الإذن منهم بالتصرف أجي هركام يان خريد وفروش كرد تصرفي هركام تنفيذ به وإجراء به إذن درياغة بيان وكان لكل منهم الربح بقدر نسبة رأس ماله ويرجع على الآخرين بأجرة المثل أما كيه أجي شركتك باطلبو دقتك فرسك سينفر ويكو شراكتي يان كردو يكي يك شوارم يكي دو شوارم بیابی که این دو نفر خاص حالی بود. دو نفر شراکتی هم کرده. یکی سه چوارمی هاورگه او که تو یک چوارم. ایسه ایجن برا
من کسی چوارم هاوردو خسارتی من ابي اگه خسارت کریا یک چوارم متحمل ابم ام شرکت باطلم باش باطل بوگا ایسا هاتو عملیشیان کردو معاملیان پی کردو سودیان کرد لیرا چیه؟ لیرا ایجی لم حالت دا تصرفات کانیان نافذه بو نافذه چون اجازه ان داگه با یکتر خرید و فروش کن بلام كان لكل منهم الربح بقدر نسبة المال رأس المال شرط كيان باطلة برأساس رأس المال ولي يرجع على الآخرين بأجرة المثل لرا أمن فرك خريد وفروش كي كدو اتر شراكات حسين نابتا أجرة المثل لازم نبيت أجرة المثل قرأك لرا كاريكي كرده كاريكي كرده بو كسي كتر لشركتا أجرة المثل لازمية لشركتا دان راوة حركة ميقلمانا بين خليد وفروش كانوا نتيجة لسود وزرارا شريك بن ولي تأم الشركة حسيو نابي وقت الشركة حسيو النبو كابرا حزي كده توانيكي أجرتي عملاكي چني كاري كده بوتو سان سودي بوتوش سودي هارغا أتواني بلتو داواي أجرة المثل أو كاريك من درج أوي واك كاركي كده درج ريكم كارم كده هر روج يواند كاركن بمردم أشياء واندن في بيتو أجر كيبي چون شركتك چي بو فاسد بو وأجاز الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى أن يكون للشريك ربح أكثر من نسبة ماله من رأس مال الشركة وذلك في الصور التالية حنفية كانوا حنابلة رحمة إخوان لبي إجازيان داقة سودك زورتر لنسبة مالك لرأس المال بو شريك ببي مثلا كي جنتو النصف هس أكري بيشتل أو سودي جوار بقري چون لم سورتانا الأول أن تتساوى أموال الشركاء كأن يكون من كل منهم الثلث مثلا ويكون جميعا قائمين بالعمل سيكس ويكو يكسوهم شريك لمالك هموشا عملكا فيصح أن يشرط لأحدهم زيادة في الربح عن نسبة ربحا نك خسرا عن نسبة رأس ماله لأنه قد يكون أكثر مهارة في عمله من غيره فتكون الزيادة مقابل عمله ومهارته لذلك أنا أكري ممكن أن أفرق يعني أو شريك سومي هذا ولي مهارتي فرتر لكارك قلت أنا قيناك أبو أما بشي بو مهارتك يشي حسي وكي لبرامري مهارتك يا أو بشي بيدري كما مخالفي تقريبا أو كاني ترناك أما سبيم ولي خب سبيم بالكل يجي دروزني الثاني أن يتساوى الشركاء في المال ويكون العمل على بعضهم مالك الشريك يكبي يكميزان بيت ولي مظهر سيكا يكيك سوميان أرده ولي يكيك ينكارك دوان ينكارك ويكون للقائمين بالعمل زيادة في نسبة الربح عن نسبة أموالهم أو أنك عملك إذا كان سود زيادة الوربقرن لبر كاركيا الثالث أن يتفاوت الشركاء في نسبة الاشتراك بالمال إذا لنا متفاوت جميع يكي دو سومي هاوردو يكي يكسو كأن يكون من أحدهم الثلث ومن الآخر الثلثان مثلا لما لك ويشترك في العمل عملك إيش يعني يكيك بلا جاز أن يكون لأحدهما زيادة في نسبة الربح عن نسبة مالي يعني إذا قرار الأصلا شون بي أم دو سومي هاوردو أم يكسو أشي سودك إيش فرسك سيتماني در هاوردو بيسي بدريتو بأم دو سومي دي بدريتو بكي يكسومي والله ميجي أكريل رازياتي في بيشون بتشرته كأن يتساوي في الربح أو يزيد أحدهما عن الآخر لاحتمال أن يكون عمله أكثر ومهارته أفضل فتكون الزيادة مقابل ذلك مثلا يكسو مكاشي إني كم تري في بي والله ميرا للسودة أندازي دوسو مكي بيادة شون يجن برا أميان مهارتي فرتريبو كاري فرتريك زيادة كالمقابل كاركا بيدا الرابع وإن تفاوت في رأس المال كما سبق في السورة قبلها رأس مال كان متفاوت بك أو سورتي تذكر ما قال ويكون العمل على من كان رأس ماله أقل فلام كاركا كيئيكا كسيك مالكي كما هم مزاربة إجنية مزاربة مال ليك نفر وعمل ليك نفر كده أما هردو مال ينداك على أن يتساوي في الربح أو تزيد نسبة ربح من كان قائما في العمل فيصح أيضا لراج مشكلة كينية لراج مسألة كينية شون مسألة كينية أن يقهات لربحكيا لسودكيا مساوي دانران باوجودي أو كأصلي مالك أن يكسوهم دوسوهم مشكلة كينية لما سبي حنفي وحنبلي
شون أو كاركاكا يصح أيضا يعني عند الحنابلة والحنفية وتكون الزيادة مقابل عملي حالبون زيادة كلب الأمر عملي وصح. خب وينبغي أن ينتبه إلى أن الزيادة تصح لمن صحت له إذا كانت في ضمن نسبة الربح المخصصة له، كأن يكون نصيبه كله نسبة مئوية من الربح العام 50% مثلا أو 60 أو أكثر أو أقل، أما أن يعطى نسبة مستقلة من الربح مقابل عمله أو أن يعطى قدرا معينا كألف مثلا كل شهر ونحو ذلك فلا يصح باتفاق الفقهاء. أمي شكوى حنفية وحنابلة وتيانا درست زيادك في بيتون هو زيادك بنسبتك درسدي في أدري يعني أو سربراء هرچند سودي كرتويسة 5 درسد لو سودة جياكار بو عملكي شو في أدري على أبر درسد درسدي علاوه بر یک سومی درسدی کارکه خود اگر نبود تر ابراهیم منگان 100,000 جیاکر رو پیدین ایتا ما قبول نیه با اتفاق باطله چون ام 100,000 اصلا جیاکر خارج لسود ایتا لیراد اویتا دو دانه معامله تو کسی که گرتو با عاملو گرکشتا لیلا شریکی شد بی ایتا نیه اوان اگرکتا شریک بی لمسابی اوانی شهایجا چی ینبغی ان ينتبه لازمه هوشياري ببيت لسر أمي أو زيادة كاتي صحيحة لما سبي حنابلة وحنفي إشاء لمن تصح لمن صحت له إذا كانت في ضمن نسبة الربح المخصصة له لضمن نسبة كياب يعني شون كأن يكون نصيبه كله نسبة مئوية من الربح العام كل بوت ربرا تو إذا قرارو ددر سدت في بدريه بلام لبر أوي كاكاريجكي أي كينا بانزا درس مثلا 50% مثلا أو 60 أو أكثر أو أقل، أما أن يعطى نسبة مستقلة من الربح مقابل عمله أو أن يعطى قدرا معينا كألف مثلا كل شهر ونحو ذلك فلا يصح باتفاق الفقهاء. يعني شي حل أولا بيجن براتو بانزا درسد بيدي حل أولا اتنك بيجن برا تود درسدي خود جا اكينو تواتريج جاكار درسدي كيترو بيادي هايجي اما ان يعطى نسبة مستقلة من الربح مقابل عمله لبرانبري عملك يا نسبتي كي جاكاري ببدري او ان يعطى قدرا معينا يا قدري كي معين مثلا 1000 دينار يا شتي هرشي مانقا بيو بين اما باتفاق فقهاء جائزني بس سورتك ايشون مو ان يكون نصيبه كله نسبة مئوية من الربح العام كله حل استابراتو 15 درصد بوتو ها. وعلى هذا يتبين لنا فساد الكثير الآن واقعا واسع الآن جامعي إما متأسفانا مسائل جحن بحث ناكري لنا الجامعية كم كسي شز آقابي ليان غالبا أو كساني كيسا لكسوتي ها؟ لكسوتي ماموسا ودعين بيشتل أبواب عبادات عشارزان ليرا مسائل نهر بحث ناكري ويمردم كوتكننا وحراما يكيزون يتبين لنا فساد الكثير من عقود الشركات التي يقوم بها الناس فساد زور مع عقد شركتان كمردم انجام اداب ما روشنوبي والتي يخصصون فيها لبعض الشركاء سواء أكان مستقلا بالعمل أم مشتركا مع غيره من الشركاء راتبا شهريا مقطوعا من الشركة غير نصيبه من الربح ها تين جاء كانوا ببعض الشركة كان فرقنا كام شركة عمل فقط أوبكا يا أو كاين تريج عمل كان راتبك حقوقك مانغاني قطعي وبرشدة قطع برشدة بدأنين جاء كار لمالي شركتك غير نصيبي لربحك أو نسبة متميزة من الربح يعني نسبتك جاء كانوا أصلا سودك جاء كار بعملكي كالربع مثلا إذن كاكتو يكسومي خود أجري ربع يجب عملك لسودك أو النصف مقابل عمله ثم يقاسم بعد ذلك الشركاء يعني زاني وكوتون مثلا وتري برا أم بياوك كاركا أكا نيوي سودك بو أو بي إيسان لو نيوي ترك ما وتو يكسومي خوشي أقري وإميج يكسومي خو معنا قلن ديام دروز نبو أشياء بو ترايشي لقشتي سودك مثلا تو 15 درسك بوتو ثم يقاسم بعد ذلك الشركاء فيما تبقى بنسبة رأس ماله
وليحذر هؤلاء المخالفون من عقاب الله تعالى، وليعلموا أن الكسب من عقد فاسد كسب خبيث لا يبارك الله تعالى فيه. بابترسن أمان الله مخالف الشريعة كان لعقاب خواهي قوله وبزان أن أم كسبه لم عقد فاسد كسبك بيسة كسبك غير ناپاك خواه بركتي تناخ. هذا ولا نرى مانعا من العمل بما قال والحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى، لا سيما في هذه الأزمان التي أصبح الناس لا يرضون فيها بالقليل. إذا إما مشكلة نابينين بويك حنابلة وحنفية وتيانة أويش الرأيك قوية ومشكلة كينية عملي في بكري بتعب لم زمانيك مردم وعيبهاتو بكم رازينية دي با مردم نخين أنه حراميك وبيان بيجين حرامنو قطعا برون مادام رقاي هزها مادام رقاي بيه جنار رقاي نبيت ناكري بخاطر رضايتي مردم مادام رقاي هز قيشيك ديتو بو عملك. ولا يقنعون بربح يتوافق وما آتاهم الله من مالنا. زور خلقك رازي بسودك كي سودك موافقي أويبك وخوابي داونيا. لا يقنعون بربح يتوافق وما آتاهم الله تعالى من مال. رازي بسودك نيان كي لبرامري أوندي بخوابي داون. لا قعم رواسة كابرا حزكا يكشور رهي ست سالة تيبكاتو يقرج بيته يسخو مليار تيشيك نيا. لما تاريخي كي أمبحثا كي نيجين مليار تيشيك نيا ملشان جمع فنجمي دي 1400 لتاريخي كي أجين لولاتي إيرانا مليار هجنية مليار خانو يقناك دو تاغناك ويا بيهاتو قبلا يعنود مليونير بوبا مليار ده مليار تمانيك دواء مليار چيه تريليار ده تريليار ده تريليار ده ريج بي اجي اكشوه بقامة تريليار دري ديتا ميشن ناوي ابي تاريخي شرعي بري. وإن كان الأورع أن يكون العمل متفقا عليه لدى فقهاء الأمة اگر چي أورع او رعاني او كوا ولتكي ورع اخويني او يكوا كاربكي خروج من الخلاف الخروج من الخلاف مستحب اشتيك بكوا مورد اتفاق بالله فقهاء امتا كامان رأيكي مسبي مامي شافعية وهو الاحوط في دين الله عز وجل او يشا مسأليكي احوطة باشتر وابك ما تايرا بز بقيناك ماوتي برئينك ماوب ودرسيكي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك.